الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله: باب الدعاء يرمدي باب يهي إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قرست القراء عيد حق لقوع عبدا إنا نتشيرين الله سبحانه وتعالى مو ياندتك الله ويهر شهادة أن لا إله إلا الله والتوحيد كواحد تسينا سواء التوحيد وكليين إلهي ومعنيه إذا بقى سيبارك دونه لا معبود حق إلا الله مثل عابدو عابدستا العابد حق تايمتشيرو الله سبحانه وتعالى خالق مويان رشاقه مركو لي باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحوش إذا باب وجوب الدعوة إلى التوحيد وبابك كهد ليا توحيد كدتك إن لوغو ييرو إني واجب تاي دتك إن لبرا توحيدك توحيدك لفرو شركك لوغو ييرا إني واجب تاي مركا شهادة أن لا إله إلا الله والدال على التوحيد وكلمة دي توحيدك تسينيسي مركا اكتفى بالدال عن المدلول دليل كيبو كوكافتو مشيغيستي سواء لا إله إلا الله والتوحيد كتسينيس أو كافتو مشيغيستا كي تسينيس والتوحيد كأولو كأورا لها باب الدعاء إلى التوحيد أي باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أدام التوحيد كتسينيس هل كالتوحيد كويقلي كرتا مقع التوحيد ماشي سوي قلي كرتا مقصود كباب كان لقال لي يوام حي وبيان وجوب الدعوة إلى التوحيد وإن لعديه توحيد كذاتك إن لوغو يرى إني واجب تاي وقفك التوحيد كقران إياه قوان أولا وحواجب كوا إنو ذاتك التوحيد كوي يرى وليبا سينارك دونا قبل كل شيء وحوال بواينو قوان رئيسي يرمي ذاتك التوحيد كوي يرى وقول الله تعالى أبو باب يهي سدح دليل أبو باب كل شيء شيخ رحمه الله تعالى آية إيلا بحديث وحو باب يهي قولك إلهي ويقول وحاتر هذا النبي محمد هذه تني واسم الإشارة حقه النقرية الدعوة التي أدعو إليها سورة ابن جرير دعوة أنا نكبها قيه والطريقة التي أنا عليها يوددنا أنا وأنا هيه ومن الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وإن إلهي سبحانه وتعالى التوحيد كسدتك الله ويهره يعني عبادة إلهي أقوني يهلان لو قندقوا الشركك سبيلي وضده يدوي يعني الدعوة دان أنوضو التوحيد كأسل ويها يكب العبانطي كنا سعوتي مروالبا كنا قبق قبودي سلامركا كوبصان إسا إن دتك الله ويهره إلهي نعديعان معصيدان أي كتاقان سبيلي وضده يدوي تسا وضده يدوي الدعوة ده نوع عاصة يا وضده يدوي أدعو حالا أنا هاي مديير يددك إلى الله إلى عبادة الله وحده إلهي وقرين عابدان مديير يانا ومركا فعلك أما جملة ده جملة حالية بينو كرني كرنايو ضمير كالسبيلي كتيرة ويادا بينو كحالي كرنا وحكى الله أنه كان يكرنا جملة هذا العصوة يسكب بلاب ما يوه وحنا ننكرنا أدعو وأن يريا أنه قدانا النبي محمد أن صددك إلى الله حق إلهي بأنه يريا أيو بحر رئيس سبا إن أنه يريا إلهي وقرين عابدان شركنا يكتغان على بصيرة بصيرة أنه كسوغان يعني علمي أنه كسوغان كدول سوغان أيان ددك يريا إلى الله يريا أنا أني قددك ويريا ومن اتبعني وحكلو ددك ويريا عدة أني قرعضي وإلى الله ويريا ولكن ومن اتبعني وحن كرني كرامتك عطفا على بصيرة وأني قا علمي كسوغان عدة الرعضان علمي كسوغان تيوم حنو نقونيا أما وحن كعطف كرنا أنا أدعو أنا بددك ويريا ومن اتبعني بددك ويريا لابدو ندي لابدو بوا لازم اغفو كامل نغان كاركو النبي قصير لابو راعي إلا لابد الصفة بلقى هلو صفة كوبادو الدعوة إلى الله إنو ددك حق إلهي ويهر يا صفة لابدو
أن تكون دعوته على بصيرة، إن دعوتي ستهاي من علم كل سنة. بصيرة ومحي والمعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل، المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل. بصيرة وأقونت لغوك لقرطو لغوك لصوعو حق أي باطلك. وايح آيات الشيخ وحود للشدي الدعوة إلى التوحيد إنه واجب تاي ذات كاين توحيد كاللغو يرى إنه واجب تاي. هل كيف مركا آيات الدليل وقطعي واحد الدليل وقطعي آيات واحد نوع الدايس ودد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هاي الدعوة إلى التوحيد ودد النبي ومريم حي هاي دعوة دعوة دي سنام حي كوب الأوانتي ونبض نيدو حوق وصاري الدعوة إلى التوحيد التحذير من الشرك تد كأنه التوحيد كوجب باقة كليين تلاي شرك جنين وجدقو فالحميس تد كوب وشيء إن جانا محالنا أمري النبي عليه الصلاة والسلام إنه راعنا مرك وحياباي واجب كتاني النبي جينا نكون راعنا محاكم إذا أما كم إذا قنايا الدعوة إلى التوحيد النبي جاي لا يوحى أمري تد كأنه التوحيد كوي يارو دعوة النبي جونا وحيا هاي دعوة التوحيد بياي إن جونا وحيا نكو أمرنا هاي إن النبي عليه الصلاة والسلام كدينا واجب بين قط رسول كنا كدينا وحيا النبي جاي نكدينا نم حاكم إذا بل أي تهاي إن نجوه الرئيسين وحنا النبي جاي نكدينا إنه ودعوة للتوحيد توحيد كأنه نبرنا كذب ردت كأنه برا ودت كوحويان عينه وغيرنا وحكى الله أدنى أنه كفى إذا سرنا أن اتباع النبي لا يكمل ولا يتحقق إلا بالدعوة إلى ما دعا إليه نبي قال راعيستي سقفك أولا ما يسترمي ما يسو ويككل لمن تهي إلا قفك ضدك وقوية ريو وحي نبي محمد عليه الصلاة والسلام ضدك وقوية ري يصدي وقوية ري وليبا واحد راعينا ساتا قفك راعيستي نبي قوية ككل لمن تهي إلا الدعوة دي سواء نقول نسعى على بصيرة وقفك للداعبان أما الدعوة بان كشقينة ودعوة دي سواء علمي كل سنين وحددك ويري السقان قرانا هاينبا ددك ويري لفتو دنا أقول وما الله هبا قفك أسير راعيستي النبي وككلا لمنطح ويا يد واحد تلمانطي كد يشد ير راعيستي النبي وإنه كحقي قوبي صلى بار رموت الأمر الأول وامحي الدعوة إلى الله إن ذاتك حق إلهي الله غير الأمر الثاني نوام حي أن تكون الدعوة إلى الله على بصيرة لبدا سيقفك أي كما قيهين الدعوة دي كما قن بصيرة دي هب الله هذا بي علمي قال الله هذا بي رئيس النبي وككلا ريمانتي أما الدعوة دي بو وضاوح لي الداعبان والدعوة دي كشقينية لكن وحا كما قن بصيرة دي أقون ما الله ويدعو على جهل راعيستي يكود يشدي نبيه لبضوه يكالا ديمانتحي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام علمي كسع تي فره يدو محوها وحي كبلا وانتي كنا دمات سوى التوحيد موهين فكل دعوة ليس فيها دعوة إلى التوحيد فإنها على غير بصيرة دعوة كستة وان توحيد كوية رهين ذات كانوا كوية رهين وليه بالتفصيل صفها فاصل شركي قال صفها فاسرة وقد قايني ما دعوة بصيرة كسعت دعوة إن دقبي أقوم كسعت ما ودعوة كسعت إن دلقان يقرد تشح ولي جبدت كهواني قصص أو شيء جب حبا قلبي جود وكتش العيني ولي جب صلاة هويرة ولي بأدابيات دت كهكلا حضلا مرة دي الدعوة دي ساي كما قنت هاي الدعوة إلى التوحيد دعوة دي النبي عليه الصلاة والسلام أسأل وين بيكو خلافته وحيوات ضد بضل ما أنت أي ساشنا يانو دعوات كقار كود مركة تراد دعوة دا سواء دعوة بدعو وحانا بدعا كون نقطي وصوشي دعوة دي النبي خلاف صنطح وأصلا دا دعوة دي النبي يكون تاقنين وحكاو كا علمك على بصيرته دعوة دا أسأل كاسي كم مقيا ودعوة بدعا أصلا دا دعوة دي النبي محاكم إذا الدعوة إلى التوحيد بالتفصيل والتحذير من الشرك بالتفصيل dadka in tawxiidka loogu baaqo si tafsiir oo faahfaahsan shirkigana looga digo si tafsiir oo faahfaahsan marka tiraa dacwada asalkaas uu ka maqay waa dacwad bidco dad baa oo soo koodadka salaada u sheegay
نبيك الدعوة دي سوما الصلاة بي كوري جيسي لا توحيد بها الصلاة صلاة دي بها نصيح ما يسوى دي دادك التوحيد كوانو الصحمين ودادك وحويان شركة يكون شيران. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث مركو الدري معاذ المعاذ إلى اليمن يمن الدري نبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع هرتيت أي معاذ بن الجبل يمن الدري سيب بخاري صحيح سأو بابيست حافظ بن حجر نوح رعادات سنة كي طبنات قبل حجة الوداع أي رسولكم معاذ بن الجبل يمن الدري أبو موسى الأشعري لفتي سنوى لسعود لكن لما قبلوا كل الدول أي الله الدري محو معاذ نبي قو الدري أرسله النبي إلى اليمن معلما وداعيا وقاضيا استقوا أمي ددك علمي قبرايا ويهيري يددك دين تصحدا ويهيري استقوا ددك الحكومة معاذ بن جبل عالم بوها من فقهاء الصحابة هذا دعوة النبي سكة استوى بعده سهل ميس النبي محمد قف جاهل الدروي للدعوة ضبح بدع الدعوات كقاركود يكسي في سين بكم يتح قف كجاهل كحقي سواء وحلا برا لا فريسو الدين تبرو حقي سواء اللي راه ده وريجو هذا قدرت كداعي ونقو حد داعي ونقو نسقى حب قرنين به مارك اللي راه ده كسور استاجو الدين تكاد الله ويحاف كيس كسور دعوة سكور رضي قاركود نوح على جاينه هذا البكسو بيحوا يو أي فتشعانه ضد كصايا قارن أما قاركود سا كل عدد قصلون يكون فطار وربحان عاي واحد راح دبوا الجروي وغلط قف كيل اللجوي ودينا مقرنا هلا راح ضد كصور استاجو كهذا ما نيدي عنا بيجو أنتم علماء دراي دد عامو دين تام حبك قانون إنه راعي ولكو الندعاء بيدي لين علمي علماء ضيع عامد الدعاء وضع نبي عليه الصلاة والسلام دد وادير تشري لكن دد كاس دد دين تاقون ولا بيها هاي ودد كاي اتقيا وحقارسين كرا دد كغار كود ما انتوا وحونا مركب مسايشة اتكلا هذا الشو دي غف كاني انتو قران ايو شيقية حكورانا يان هاو دد كودا وارسلات دد كده انتا مصاحبة مسوا خلط مركب صورنا سا انتا سواسح دا انتا سو اورانا يا دي ادو انتا سو اورا انتا سو قورا اورانا يا وحاوما يا هاتيري انتا سو قورا مكويا كاريا وانتو سو استاغا ونقوير ما اورانا يا دادو الهي كبغو سلاد تكود ترميس كفاري سريا بسو خطبة دير بو تشيدين يا الدين تولين عول بو رح قاضية اللي داعبات تايبا لولو الدين تكاد البالين بكاسو قصة سانترين حديث موضوع وميلا وكه القفي مسائل القرآن كي حديث كالنبي بخلاف سرع يو رح قاضية وفك مسلم كوائن لو ترويه او لو قطره انو الهي كوبين ابورته والنبي محمد كوبين ابورته والدين تاو كيرا هذا لنا قوان كل سنين يا علمي قال الله حكور النبي عليه الصلاة والسلام معاذ حكوري إنك أدق معاذ وتاتي واحد وتقسى قوما ضد ضد كاسيو من أهل الكتاب كم يضد كي كتاب كلسي أهل الكتاب وحرر اليهود والنصارى فليكون هنا غضاء أول ما شيء وقوه الرأي تدعوهم أدقوا يرسى إيجا إليه حقيسة شهادة أن لا إله إلا الله مركا أول مركا لامكا نصبنا وحين كدغنا خبر كي يكون وين صهر مرني اسم كنا وشهادة تدس وانا عكسين كرنا محين وران كرنا فليكن أول ما تدعوهم وأول وين اسم كي يكون كدغي كرنا شهادة نمرك وين نصبين نايا وشهادة أن لا إله إلا من وران نايا وحين كدغنا خبر كي وحاوقوه الرياد وقية رسان نغضو شهادة أن لا إله إلا الله قرست أي قران متحق لقوا عبدين وشير إلهي مياني وفي رواية إلى أن يوحد الله إلى إنه كليين هالنقض وحوجوه الرياض ويرسا وحوجوه الرياض ويرسا هالنقض إن إلى كليين ويكون كليين وحكستوا إلى ولا الجارية حقوق دي سا هي خصائص دي سكمدة واحد علماء قاركوت شيخ الرواية دان أورانا يسا إلى أن يوحد الله ورنت أورانا يسا وحوك يعني سو شهادة أن لا إله إلا الله معناه إنه يهي التوحيد والله وعديه سليمان بن عبد الله وشيخه أووها وكتابا كل شرحي كتاب كرارة تيسير العزيز الحميد قياس سيدة سيرة هذا وحوكا نبلو أشار المصنف رحمه الله بإيراد هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا إذ معناه أو معناه توحيد الله
بالعبادة وترك عبادة ما سواه ويعدون إنه عديه لا إله إلا الله معنيه دينه يهي إلا إن عبادة لقوقارية له عبادة عدك للعبدين إلا قتكو وشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد الله لبضع سيأيسك معنا وشهادة أن لا إله إلا ما هذا الأفكار لغير هذا وهذا وعقيده وعمله والتوحيد وإن عباد الله القوبة عدك لردن اللو ديده فإنهم أطاعوك لذلك فإن أطاعوك وإن تنشرط يدا هي اسم اللي يسكم يحكسين كريم وإن فعل ماشي اللي سوق قدره فإن أطاعوك أديك أديعان هم إياقوا أطاعوك أيكوا أديعان لذلك في ذلك أرن كاسي أي كايلان توحيدك أيكوا أديعان فعلم واحد وقيسيسا وأدبرتا أن الله إله يفترض عليه من الكفر إلى خمس صلوات شن صلاة في كل يوم وليلة هبين إيا مالين كستا فإنهم فإن أطاعوك أديك أديعان هم إياقوا أطاعوك أيكوا أديعان لذلك في ذلك فعلم واحد وقيسيسا أن الله إلهي افترض عليه منه كفر اليالي صدقة سكو تأخذ لك قاضيه من أغنيائهم كودها يستحو لسك قويسا وغنقوا هالك وايو ومن ملك مالا نصابا وقفك استوها يستحو لسك كقوض وفترد اللقوع علينا على فقراء كود فقراء على الصيني فإنهم فإن أطاعوك أديك وأدعانهم يقول لذلك فإياك وكرائم أموالهم وحن كاقد ديقيا حوله هو كوة ونكسا وكرائم الأموال وجمع كريم وخيار المال وحوله كوة وفي عن حقيقة كفي عن أما قورني مكو في عين نافكني أما قروح مكو في عيهاي أما عربنا مكو في عيهاي أما ناف نليو إنو يهي مكو في عيهاي أما ناف حوله أشيليس إنو يهي مكو في عيهاي مركبركة سكادة كقاديسو حوله كوة كرنقاقي ونكسا اسكا إلالي والتقي كدك تونو وحسك حكسي دعوة المظلوم كلا الدلميها باركيس فإنه أرن كوحي ليس ما هان بينها دعوة المظلوم ك يو بين الله إله انت وضع حيث حجاب تاب وبريدي سيها باركيس إله توس بوقاني إله إنه أتشيب يا مركا كدك تونو أخرجاه حديث كنوح الدليل ياهي هذا التوحيد كإن الله قوي يرى إنه واتشيب تاي هل كنت دليلك وقيا يعني روح بين النبي وأمر بابك بحصامه فليكن هالنقض أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله يعني روح أنكو أمر يا بيك اللي قمت واحد أوه الرئيس إذا تكادوا يرس أي نقض التوحيد أمر كنا محو فائدية واحد ليس أمر إلا واجبية حديث كان نوحو إن أمري معاد وأمري وما دور لنا وأمري عندي التوحيد قرانا إسا إن التوحيد كي دادك الله قوي يا رو التوحيد دادك الله قوي يعني واجب تاي أي الدليل يا لكو الدليل وقيا يعني هو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ولهما بخاري مسلم وحاوس وقنوا عن سالم بن سعد أي كوريين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري يوم خيبر أي يوم حصار خيبر خيبر ما شاء الله يراده مالين كلا قدومي خيبر هو مقالك تالي وقويق مقالة مدينة مقالة بيرة لي بيهايد قال عدب بضان أو دقال له أما الدفاعي أنه فايسيو يهود بان الدقناء نبي عليه الصلاة والسلام نور تشارب ويرر قاضي اللي قمت قوليسا مقالة إلا قبصده وكما المعلمها كمدوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكييري ومعلمه خيبر دوليمات كاللقوها كمدا وحر لو اعطينا وانسين دونا وانسين دونا معنى ونوديب دونا ونوديب دونا الراية على الدقالك غدا أي في غد بري رجل أن نبان نريب دونا نين كاسو يحب الله إلهي تعال إساقو إساق إلهي تعال ورسوله ورسولك إلهي نتعال ويحب إساقو تعال يا الله إلهي إلهي بإساق تعال ورسوله رسولك سنو تعال يا لابدنا تيباء أدك إن أدو إلهي تعالاتي إنو إلهي كتعال هذا إنو إلهي كتعال هذا أي قد يدعات كأوينة ويتوقفك أسباب تدين وآد قد داله وهي أدق وحيابات إلهي كتش علان كرتاءات بأبدين نعموينك إلهي وبحيي مقعيدي سوان أكسن إلهي قروح دي سيا صفاتك سفيعا وحاصر لما وحكو ويالي إلهي نتعلاته لكن أدق إلهي إنو كتش علا هذا أي أدق أباهن شروط دا إيو عمل إيو شقاء أدق أباهن
ninkaasoo yaftaxu uu fura allaahu ilaahay khaybar calaa yaday gacmihiisa ku furo, macnaha bisababi sababtiisa ilaahay uu ku furo. Fabaata way baryeen annaasu dadkii yaduukuuna iyagoo dhex dabaalanaya leylatahum habeenkoodaasoo dhan ayuhum kooda yucdaahaa la siin doono, habeenkaasoo dhan dadku waxay ka hadlayeen talow keeba calankaa loo dhiibi doonaa. Waxay uga hadlayeenna ma aha qadiyadda ku saabsan dee calan dagaal baa loo dhiibay oo dagaal buu galay oo meel buu qabsay waxyaabaa noocaas, waa sifaatkan la yaabka badan ee ninka calanka loo dhiibiyo rasuulku u sheegay, oo aynu ilaahay rasuulkiisa isagu jecel yahay, ilaahay rasuulkiisuna isaga ay jecel yihiin. Falamaa asbaxuu, markii ay waabariisteen saxaabadii, qadaa way kalaheen calaa rasuuliillaahi sala allahu alayhi wasalam, rasuulkii ilaahay ku kalaheen, kulluhum iyadoo dhammaantoodba, ay kullu waaxidin minhum, mid kastoo iyaga ka midii, yarjuu isagoo rajaynaya an yucdaaha in la siiyo, mid waliba wuu hanqaltaagaya u damacsanaa, madaxtinimo jacayl bay ka ahayd maya, nin waliba wuxuu islaa ninka sifaatka nebigu sheegay la noqo adigu, ninkaa ilaahay rasuulkiisa jecel, ilaahay rasuulkiisuna ay jecel yihiin. Faqaala wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam, ayna caliyu bin abi aalib, caliy bin abi aalib mee? Faqiila waxaa la yidhi huwa cali yashtakii, waa cabanayaa caynayhi, indhihiisu ka cabanaya, yashtakii marada caynayhi, labada indhood xanuun kaga dhacay ayuu ka cabanayaa uu ka sheeganayaa, ana indhaha xanuunaya. Fa arsaluu ilayhi, nebigaa amray inay cid u diraan oo cali la keeno, iyadoo indhuhu xanuunayaan in la keeno cali. Fa arsaluu way direen, ay waaxidan minhum midiga ka mid ay direen ilayhi, cali ay u direen. Fa utiya waa la keeno, waa lala yimi bihi cali, cali oo la wadaabaa la keenay, indhuhuna ay xanuunayaan. Fabasaqa waa tufay nebigu fii caynay, labadiisii indhood buu ku tufay. Wadacaa lahu, u duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam, ruqyu u sameeyeyo indhaha uu kaga tufay. Fabaraa waa bogsaday cali, ka-an lam yakun buu noqday sidii aanu ku sugnayn, wajacun xanuun bihi isaga, sidoo xanuunba aanu soo marinoo, marka horeba qof caafimaad qabay uu noqday, uu ahaa ayuu noqday, biriirix buu noqday. Faacaahu waa u dhiibay nebigu arraayata calan dagaalkii. Faqaala wuxuu yidhi unfud, ful oo bimacnaa dhaqaaq, calaa rislika, xasiloonidaada adiga oo ku socda, ay imdi birifqin wa tu'adatin wa liinin, tagoo meeshaas waxa weeyaan u bax adoo u soconaya waxa weeyaan si degan oo dabacsan oo dee ciidanka aan hanaq goyn ahayn, oo iska ilaali alcaajilata waaltaysh, degdega iyo filaqtanka iska ilaali, oo si aadaabe ay ku jirto degganaan iyo miisaanna uu ka muuqdo iyo xikmadi u soco weeyaan macnaheedu, xataa tanzila, yacnaa sidaa u soco, xataa tanzila ilaa aad ku degayso bisaaxatim, duleedkooda yacnaa meesha ay degan yihiin meesha u dhow, saaxatu lqowmi yasuuxuhum waa maa qarwa min xusuunihim, waa halka dhufaysyahooda u dhow. Soomaali waxaa ugu dhawayn idhaha kambal ama duleed. Uma adcuuhum, dabeetana markaad intaa horeo dhan samayso, udcuuhum ugu yeedh ila lislaam, islaamnimada ugu yeedh, wa akhbiruhum waxaad ugu warantaa bimaa shayga yajibu waajibaya calayhim iyaga, shaygaasoo min xaqi illaahi tacaala, ilaahay xaqiisa ka mid a, fii islaamka dhexdiisa waajibaya. Islaamkii ugu yeedh, xuquuqda ilaahay uu ku leeyahay marka islaamaanna u sheeg, iyo waajibaadka fuulaya. Fa wallaahi, ilaahay baan ku dhaartee, laa yahdiya, inuu hanuuniyo allaahu ilaahay bika sababtaada, rajulan hal nin, waaxidan keli ah, ayaa khayru laka, kaaga wanaagsan oo kaaga waxtar badan oo kaaga nafci badan, min xumri nacam, geela kiisa cascas. Xumr waa miimka, waa lareebaya, haddaad miimka goddo xumr aad tiraahdo waa jamcu ximaar, waa dameeraad ka dhigta, markaa xumrun waa jamcu axmar, waa axmar jamici weeye. Annacamna nuunka iyo caynka labadaba waa la kor dhigaya, marka la kor dhigana waa alibil. Wakadalika waxaa loo isticmaalaa xoolaha oo dhanna, marka qaarka waa loo isticmaalaa,
لكن هل كان جيلا لو جتش مركان جيلا كيس عص عص وحكى جو ونكسر وكا جنا في عبادن هل نني لا يسبب هذا كصهانوني يدوكون أي يخوضون وي أنا ويدح سعودين وي فلقينا ينو وي كهدين حديث كمسائل بدن بكتير تين بدن كم إذا شيخ وحكوش يجي دونا مسائل ك قال كل إنه قلت يجي دونا لكن واحد سويدين لحديث كري سدوا إنه تصين إياه الدعوة إلى التوحيد إنه واجب تاعي ذلك التوحيد كأن لو غير إنه واجب تاعي هالكوسة إنه قط صين وحين قط صين إياه نبي وصام وأوران ثم مدعوهم إلى الإسلام نبي وأمر محوكوس يا علي بن أبي طالب إنه قال هذا سوقوا يرو إسلامك الإسلام هو محي الإسلام هو التوحيد الإسلام هو محي والتوحيد كما رد النبي وأمر ذلك إنه إسلام إنه ما هو يرو وحو أمره ويا معناه هذا إنه ذلك توحيد كأنه غيره ساس النبي عليه الصلاة والسلام وأمر حقيقة الإسلام كواحد طائبة الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله رجع النبي يقول حو أمر علي بن أبي طالب إن قال ذا غيره توحيدك وحكى له حديث كثرت النبي يقول إنه يدي وأخبره بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه وحدو شيكتها ودقو ورمتها حق إلهي إسلام كدحي سواجب كوا حقوق دا إلهي إسلام كدحي سواجب كاي ويبضانطعي لكن حقوق دا حق يبقى وقوه الرأي وقونا واجب سن التوحيد سحديث كي معاذا ينقصه من الرأي التدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله معاذ مركو لله ورسوله عالم نبي محوكو شاقي حق إلهي الدوماء وكله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق إله الدوماء كله وإن عابدانه إلهي أنا عندنا لو ذاتين وأنا شراكة وقردقين مرقى حديث كان لابد نعمل نقدت السيئي الدعوة للتوحيد إنه واجبتين مرقى كوباد نبي قول حدي إسلام نما وقويار إسلام نما دين التوحيد كأقوار رأي والله إسلام إلا بالتوحيد إسلام نما ما ترتا إلا التوحيد له لي وحكى له نبي قول وحادو شاكتا حق إلهي وكله في الإسلام حقوق ده إلهي وكله يعيدتك في الإسلام هنا إسلام كده حدي سنة وحقوقها الرأي وقنوين توحيد الله بالعبادة وترك عبادة غيره إن إلهي يقول اللي عابده عدان إلهي سبحانه وتعالى عينا عابد استيسين لقدتك والله أعلم صلى الله على نبينا محمد.